أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. كان الكلام في البحث الماضي في البحث الخاص ببحث القياس الاقتران الشرطي، قد وصل إلى النقطة الرابعة، وهو يعني وهي آخر النقاط المذكورة في هذا البحث أو قبل الأخير، وهي الخاصة بالقياس المؤلف من الحملية والمتصل. وذكر في بداية قال: أصناف يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية غير تام من المتصل. هذا مر، يقول كما مر سابقا، في فله قسم واحد. سبب، يقول لأن جزء الحملية مفرد. طبعا عندنا القضية الحملية في قبال القضية الشرطية، أجزاء القضية الحملية مفردات، أجزاء القضية الشرطية في الأصل قضايا، كجزء من القضية الشرطية هو ليس مفرد، على أقل تقدير هو مركب ناقص. فيقول لأن جزء الحملية مفرد وهو جزء الشرطية قضية بالأصل، فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما. السبب هو هذا، أن هذه جزءها مفرد، هذه جزءها قضية بالأصل، فإذا فرضنا أنه يكون المشترك بيناتهم جزء تام، شنو معناته؟ معناها أن نساوي بين المفرد والقضية، هذا أمر ممكن، نساوي بين جزء القضية الحملية الذي هو المفرد وبين جزء القضية الشرطية الذي هو قضية بالأصل، على أقل تقدير بسبب دخول أدوات الشرط هو ماذا صار؟ صار مركبا ناقصا. فيقول: فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما ولا غير تام فيهما اعتبار، أما تام فيهما فلا يصح، لأنه إذا كان تاما بالنسبة إلى الشرطية فلا يقابله بالنسبة إلى الحملية ما يقابله، لأن الذي يقابله من الحملية هو مفرد. ولا يصح أن يقال غير تام، لأنه بالنسبة إلى المفرد ليس عنده ماذا؟ مفرد ليس له أجزاء في قبال المركب، فبالنتيجة أساسا ليست هناك قابلية للتجزئة حتى يقال جزء غير تام، جزء غير تام أساسا ليس عندنا هيئة اجتماعية يمكن أن تجزئ ويصبح هنا جزء تام وهنا جزء ماذا غير تام، أساسا التجزئة غير قابلة. فلو كانت القضية الشرطية جزءها قابل لأن يصبح تاما وغير تام، فالقضية الحملية كلها جزءها إما تام أو لا يوجد، لأنه هو شيء واحد مفرد ليس له ماذا، ليس له أجزاء. يقول: وهذا واضح، ولهذا النوع أربعة أصناف، لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى وعلى التقديرين، فالشركة إما في مقدم المتصلة أو في تاليها، فهذه أربعة، ضرب اثنين في اثنين يصبح العدد أربعة، والقريب منها إلى الطبع صنفان، وهما ما كانت الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغرى أو كبرى. هنا بعد في هذا المجال بعد الطريقة المعروفة وكيف تأخذ النتيجة، طريقة أخذ النتيجة في هذه القضايا الأربع، يقول: ولأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربع نتبع ما يلي، كما هناك في القضايا المنفصلة كذا في التحويل طريقة المقارنة وطريقة الأخذ وطريقة التأليف التي دائما كنا نتبعها. قال: أن نقارن الحملية مع طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة، فنؤلف منهما قياسا حمليا من أحد الأشكال الأربعة، حاويا على شروط الشكل المؤلف، لأنه لما نؤلف منها شكل، هذا الشكل له شروط خاصة به، فإذا ألفنا قياسا حمليا فالقياس الحملي هذا له شروط، فعلينا أن نؤلف قياسا حمليا قد توفرت فيه شروط هذا، يعني قياسا يعني شكلا من الأشكال الأربعة، قياسا اللي هو شكل من الأشكال قد توفرت فيه شروط ذلك الشكل، لعله الأول، لعله الثاني، لعله الثالث، لعله الرابع، لينتج قضية حملية. واضح، لأنه ما دام القياس المؤلف قياسا حمليا اقترانيا، فبالنتيجة نتيجته ستكون ماذا؟ قضية حملية. هذه القضية الحملية هي ليست نتيجة التأليف من القضية الحملية والقضية المتصلة، إنما هي نتيجة التأليف من قضيتين حمليتين،
وهذا ما لا نريد الوصول إليه، لأنه القضية التي تكون أجزاء القياس فيها، يعني النتيجة، القضية التي نتيجة القياس الذي يتألف من مقدمتين حمليتين لا كلام في إنتاجه، ويرجع أمره إلى واحد من الأشكال التي تقدمت، وليست عندنا فيه مشكلة، إنما المشكلة هنا في القضايا التي في القياسات التي تتألف من قضايا حملية مع وجود جزء هو من القضايا الشرطية. فيقول نأخذ نتيجة التأليف، لأنه هذا القياس الذي ألفناه خرجت منه نتيجة، لكن هذه النتيجة ليست النتيجة التي نبحث عنها، لأننا نريد أن نثبت صحة النتيجة في القياس المؤلف من القضية الحملية من جهة ومن القضية الشرطية من جهة أخرى. قال الثاني نأخذ نتيجة التأليف السابق. نعم، واللي الحملية، وهي الحملية الناتجة، فنجعلها مع طرف المتصل الآخر الخالي من الاشتراك لنؤلف منها النتيجة المتصلة. هذا لأنه هذا هدفنا، أحد طرفيها نفس طرف المتصل الخالي من الاشتراك، سواء كان هذا الطرف مقدم سواء كان تاليا، فيجعل أيضا مقدما أو تاليا، والطرف الثاني الحملية الناتجة من التأليف السابق. مثال ذلك ما هو؟ يقول المثال الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال هو هذا المثال الذي سنشير إليه، وهو كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا، وكل نادر ثمين. هذه قضية حملية، تلك قضية متصلة وهذه قضية. إذن كلما كان المعدن ذهبا كان ثمينا، فقد ألفنا قياسا حمليا من تالي المتصلة ونفس الحملية، أنتج من الشكل الثالث كان المعدن ثمينا. هذا كان المعدن ثمينا، هذا نتيجة قضية نتيجة للتأليف ما بين هاتين القضيتين، نجعل هذه النتيجة تاليا للنتيجة المتصلة، مقدمها مقدم المتصلة الأولى وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة. يعني كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا، وكل نادر ثمين، إذن كلما كان المعدن ذهبا كان ثمينا. فيقول هذه النتيجة تؤخذ ويؤلف منها قياس، طرف هذا القياس المقدمة، يعني المقدمة الثانية تكون في الجزء الذي لم يقع فيه الاشتراك، ثم بعد ذلك تقع ماذا؟ يتألف هذا القياس لينتج ماذا؟ ليخرج لنا نتيجة، هذه النتيجة هي النتيجة التي نريدها. ومثال آخر وهو قوله لا أحد من الأحرار بدليل، وكلما كانت الأمة ظالمة فكل موجود في البلد دليل. عطل، كلما كانت الحكومة ظالمة فكل موجود في البلد دليل. إذن كلما كانت الحكومة ظالمة فلا أحد من الأحرار بموجود في البلد. واضح، لأن الأحرار يتركون البلد للمنافقين. فقد ألفنا قياسا حمليا من القضية ماذا؟ من الحملية وتالي المتصلة، أنتج من الشكل الثاني لا أحد من الأحرار بموجود في البلد. جعلنا هذه النتيجة تاليا للمتصلة، مقدمها مقدم المتصلة في الأصل وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة، فتخرج النتيجة. فيقول هذه الأصناف بهذه الكيفية كأنها ماذا؟ كأنه عوم، يعني كأن التعامل معها كأنه عوم في، يعني في الخيال، باعتبار أن كل جزء من أجزاء الأشكال وكل مورد من موارد الأشكال عندما كنا ندخل فيه كان يحدونا فيه، يعني ويقارننا في ماذا؟ الشرط المعتبر، لأنه لا يمكن لأحد أن يؤلف شكلا مخالفا فيه الشروط، ولا أن يقول بأنه يتألف الشكل مثلا على خلاف الأشكال التي ذكرت في كلمات المناطق. وعندما يدخل في التأليف يراعي في التأليف إذا أراد أن ينسب الشكل إلى واحد من الأشكال الأربعة أن يراعي شروط كل شكل، لو أراد مثلا نسبته للأول يراعي شروطه، إذا أراد نسبته للثانية هكذا، وإذا نسبته للثالث، ف
فكل ما دخل في تأليف قياس وأراد نسبته إلى واحد من الأشكال الأربعة فلا بد من وجود شروط. هذا الحديث الذي ذكره هنا كأنه ماذا؟ كأنه عوم في الخيال باعتبار أنه دخل في القضية وكأنه حر في التأليف، والحرية في التأليف هذه ليست موجودة في المنطق، لأن المنطق عندما يقال بأنه يؤلف يجب أن تكون مع التأليف شروط معتبرة، على خلاف هذه الشروط لا يكون التأليف ماذا؟ لا يكون التأليف منتجا. ولذلك هذه الشروط ما وجدت من أجل إغلاق الباب، وإنما الشروط هذه هي التي تكون سبب للإنتاج، وبعدمها لا يكون إنتاج في البين. لذلك ماذا قال؟ قال: أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منها، لأن هذه الأشكال أو هذه الأصناف الأربعة ليست جميعا ماذا؟ ليست جميعا قريبة إلى الطبع، فبعضها قريب وبعضها ليس بقريب، وبعضها قريب جدا وبعضها مثلا قربه مثلا إضافي، فنحن لن نتعرض لجميعها، لأنه إذا كان لكل واحد منها شروط فالمفروض نتعرض بطريقة تفصيلة لكل جزء من هذه، يعني لكل مورد لكل صنفين، ونبين كل صنف وشروطه. فيقول هنا: فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منها، وهما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تالي المتصلة، سواء كانت صغرى أو كبرى كما مثلنا لهما وشرطهما. لأنه عندما دخل في التأليف والإنتاج لإثبات صحة الإنتاج ماذا قال؟ ما قال شيء، دخل مباشرة قال نأخذ كذا، هذه نأخذ هذه، كأن واحد يعني متفق معك على فد أمر سابق، وبعد ذلك عندما دخل أنتم بنيتم على الاتفاق السابق. هذا ممكن؟ خب ممكن، لكن في المنطق الإنسان لا يأتي للتجريب إنما يأتي لتطبيق القوانين، عليكم السلام، لا يأتي للتجريب إنما يأتي لتطبيق القوانين. هذه القوانين المفروض أن تكون ماذا؟ أن تكون مراعاة. أما يحاول أن يطبق بعد ذلك يأتي بالقانون كأنه يفصل القانون على العمل، تفصيل القانون على العمل هذا أمر غير موجود. المفروض أن يكون العمل مقنن، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك يعني يتم التطبيق العملي على وفق الشروط، يعني على وفق القانون الذي يعني فيه. وشرطهما لا بعد انت القرب للطبع ماذا؟ القرب للطبع اللي هو العمل اللي ما يستوجب انه تذهب بعيدا بالعمل، يعني تفصيلاته كثير. شلون احنا بالشكل الاول قلنا قريب للطبع ما عندنا شان امر، بس نحذف الحد الوسط. بالشكل الثاني بس نغير موضع الاكبر، بالشكل الثالث بس نغير موضع الاصغر، بالشكل الرابع نقلبهم فوق حذر، لان هذا بعد نقلبه فوق حذر معناته شغله هواي، مو عمل مع طرف، عمل مع الاطراف. فكل ما كان شيء عمله بسيط يعني ما نحس بان احنا نبذل جهد من اجل الانتاج كلما كان اقرب للطبع، لان الانسان يريد يحافظ على الوضع، يعني ما يحب انه الاشياء اللي امامه يعني يقلبها فوق حذر، يعني يجعل هذا الموجود في المكان الفلاني بديلا عن غيره. اذا كان عمله مجرد ان يحذف المتكرر فهو ما عنده شيء، يحذف المتكرر يجعل هذا كل واحد في مكانه، الموضوع موضوع والمحمول محمول، فيقال هذا قريب جدا، هذا هو أقرب شيء المقصود. أما إذا لا يبطل الموضوع ويحول المحمول هذا هم قريب ولكنه بدرجة أقل، وإذا لا يبقي المحمول ويحول الموضوع هذا بدرجة أكبر، وهكذا إذا قلب كل واحد منهما في محل الثاني هذا عمل كبير. فلذلك قالوا بأن الشكل الرابع أبعد عن مقتضى الطاو. لذلك قال: وشرطهما أولا أن يتألف، يعني هذا القياس، من الحملية وتالي المتصلة شكل يشتمل على شروطه المذكورة في القياس الحملي، هذا الأول، وهو يتألف من الحملية وتالي المتصلة، شكل يشتمل على شروطه المذكورة في القياس الحملي، هذا الأول. الثاني أن تكون المتصلة موجبة، فلو كانت سالبة فيجب أن تحول إلى موجبة لازمة لها بنقض محمول، بعد يرجع الإنسان إلى نقض المحمول فتحول السالبة إلى موجبة،
لذلك واضح أنه لما دخل في التطبيق مباشرة الإنسان اللي يعرف أن هذا التطبيق تطبيق عن كما يقال عن اتفاق مسبق أنه بعض القضايا تستخدم بعض القضايا لا تستخدم بعض القضايا تحول كما مثلا في السالبة أو لا، يعني يمكن للإنسان يستخدم كيف يشاء. المصنف يقول لا، القضية فيها شرط وهذا هو الشرط، أي تحول إلى منقوضة المحمول، وحينئذ يتألف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيض تالي المتصلة مشتملا على شروط الشكل الذي يكون منه. يعني إذا كان أول شروط الأول، إذا كان الثاني شروط الثاني، إذا كان الثالث شروط الثالث. مثاله: ليس البت إذا كانت الدولة جائرة فبعض الناس أحرار، هذا مثال. وكل سعيد حر، فإن المتصلة السالبة الكلية تحول، لأن هذه شرطها ماذا؟ أن تكون موجبة، تحول إلى يعني متصلة موجبة، تحول إلى منقوضة محمولها موجبة كلية. وهكذا كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرار، هذه يجب تحول. وهذه القضية عندما تحول تضم إلى القضية الحملية، ينتج من الشكل الثاني على نحو ما تقدم في أخذ النتيجة هكذا: كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بسعداء. يقول بعد الانتهاء من هذا يعني هذا الانتاج، يقول لهذا النوع وهو المؤلف من الحملية والمتصلة أهمية كبيرة في الاستدلال. في أي؟ يقول في قياس الخلف. في قياس الخلف له أهمية كبيرة في الاستدلال، لا سيما أن قياس الخلف ينحل إلى صنفيه المطبوعين. واضح؟ وليكن هذا على ذلك. هسه صنفيه المطبوعين يعني المشار إليهما الموصوفين، لأنه هو في هذا القياس ليس التأليف من هذين الصنفين، تأليف من أربعة، لأنه ضرب اثنين في اثنين، لكنه يقول هذين يعني هذان الصنفان بالذات ينحل إليهما قياس الخلف. وليكن هذا على ذلك، فإنه سيأتي كيف ينحل قياس الخلف إليه طبعا بعد ذلك عندما يتعرف في قياس الخلف، عندما نصل إلى قياس الخلف. الخامس: المؤلف من الحملية والمتصلة، عفوا الحملية والمنفصلة. يقول هذا النوع كسابقي يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحملية غير تام من المنفصلة. واضح، تام من الحملية لأنه لا يمكن التجزئة، وغير تام لأنه هذا هو الصنف وقد تقدم وجهه. لماذا تام من هذا وغير تام من هذا؟ يقول: غير أن الشرك فيه للحملية قد تكون مع جميع أجزاء المنفصلة. هناك ماذا قال؟ خصوص مع تاليها. يقول هذا ممكن أن يكون مع جميعه وهو القريب إلى الطابع، وقد تكون مع بعضها، فقد تكون لكن ممكن أن تكون مع الجميع. وعلى التقديرين تقع الحملية سواء كانت مع الجميع أو مع البعض، وعلى التقديرين تقع الحملية إما صغرى أو كبرى. فهذه أربعة أصناف. مثالها: الثلاثة عدد، العدد إما زوج أو فرد. إذن الثلاثة إما زوج أو فرد. يقول: وهذا المثال من الصنف الأول، المؤلف من حملية صغرى مع كون الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة ليس مع تالها فقط، لأن المنفصلة في المثال بتقدير دائما إما العدد زوجون وإما العدد فرد. فكلمة العدد المشتركة بين المقدمتين موجودة في جزئي المنفصلة معا، فكأنه اشترك ماذا؟ مع الجميع، لم يشترك مع المقدم أو مع التالي. أما أخذ النتيجة في المثال فقد رأيت أن أسقطنا الحد المشترك وهي كلمة عدد، وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة التي هي منفصلة أيضا، وهو على منهاج الشكل الأول في الحملية. يعني الثلاثة إما عدد إما زوج وإما فرد. ماذا أسقط؟ أسقط العدد. يقول: وهكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع، ونكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع. يقول ما نحتاج أكثر من هذا المقدار. المصنف بعد أن انتهى، لأن هذا الحديث مع التحويل للانفصال بسبب الانفصال وبسبب الاتصال، يعني سبب الانفصال مباشرة أو على نحو الجزئية، يقول هذا الحديث يعني واضح أنه حديث طويل،
والكتب المنطقية ما كانت يعني عادة المؤلفين أن يشيروا إلى هذه الطريق إلى هذه القضية بطريقة تفصيلية بهذا الشكل. صحيح طبعا المصنف لو أراد التطويل أكثر يمكن حتى يفصل القضايا اللي هي ليست قريبة من مقتضى الطبع ويفصل فيها ويبين أمثلة واحد واحد، لكن هو اكتفى بهذا المقدار. والآن يبين أنه لماذا هو أشار إلى هذه الطريقة وأشار إلى مخالف، يعني أشار إلى أنه خالف الكتب المنطقية في هذا المجال. يقول: قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية على خلاف المعهود في كتب المنطق المعتاد تدريسها، نظرا له هل يوجد فيها ابتلاء، هل يوجد فيها فائدة. يقول: نظرا إلى كثرة فائدتها، لأنه بالنتيجة القضايا التي ترد في الكلمات كثيرا ما تكون القضايا ماذا؟ منفصلة. فإذا كانت القضايا منفصلة إذن الخلاص منها والحصول إلى نتائجها هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر فائدة كبيرة. لذلك الابتلاء بها ليس أمرا هينا، أمر كبير. ولذلك الفائدة التي تترتب على تعلم كيفية تشكيل قياس جزءه قضية أو بعض أجزائه قضية منفصلة يكون ماذا؟ تكون الحاجة إليه كبيرة. لذلك قال: نظرا إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها. يقول: فإن هذا البيان، فإن أكثر البراهين العلمية تبتني على الاقترانات الشرطية. هذا الكلام لأنه أنتم تعرضتم للقضية على أساس أنه يفصل كل ما يتعلق، يقول: لا، إحنا أساسا اختصرنا، هذا كله اختصار، لأنه لو أردنا التفصيل في جميع هذا الكلام في 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 هذه القضايا كل واحدة على جهة سيكون الكلام طويل وله يعني بداية وليس له نهاية. يقول: وإن كنا تركنا كثيرا من الأبحاث التي لا يسعها هذا المختصر واقتصرنا على أهم الأقسام التي هي أشد علوقا بالطبع. حتى الإنسان اللي يطبقها يعرف أن هذه المرتبطة بالطبع وغيرها غير مرتبطة بالطبع. وإلا لو أراد المصنف أن يفصل كل قسم على جهة على حدة لكان حديثه طويل له بداية وليس له يعني من باب المجاز ليس له نهاية، لأنه كل قسم حتى وإن لم يكن يعني محتاجا إليه، كل قسم حتى وإن لم يكن قريبا لمقتضى الطبع، إذا كان يفصل كل قسم وشروط كل قسم وطريقة أخذ النتيجة في كل قسم عند ذلك ماذا؟ عند ذلك سيكون الحديث طويلا. هذا تمام الكلام في القياس الاقتراني الشرطي. إن شاء الله يأتي الحديث في القياس الاستثنائي في اليوم القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.